يا بين سنين زعما خطنا بين هذه البنية الفال والحنة في اليدين الخطبة والسهرة عائلية شرطها الدار ومصروفها بالملايين ذهب وجوه ورود حواس عليا داروا شعور في القاطو جامنين هذه الحالة وما راهيش عادية جابوا الطالب ومعاه متفاهمين ويما وبابا خايفين عليا سامحوني يا الوالدين زعافكم غالي عليا انا وليتكم ام العين هذه كاميرا مخفية كيفاش هذه كاميرا مخفية هكذا تلفينا يا وليدي الو عاد تفهمنا على 5:30 راهي 6:30 معليش بابا لا بصح ماشي لا لا بابا ما عندوش اون بليس اليوم الجمعه سيركيلاسيون ما كاينش غير كيفاش ايه ما تعاودهاش ايه ار تي في وبابا ما تهضر معاه والو وزعفانه لا لا ما نهضرش معاه تعرفوا بابا صحة فطوركم. عريس حلقة اليوم هو عادل إبيزا ان جون طالون متخصص في الإنتاج السمعي البصري ولي فيكتيم تاع اليوم هما صحابه دادي من فرقة زانغا كريزي والرابر كريم الجانج هيا ما نطولش عليكم خلينا نشوفوا الخطبة تاع اليوم كيفاش رايحة تخلص هادي كاميرا مخفية كيفاش؟ هادي كاميرا مخفية الناس قاسين ما تكون في حاجة بس جبنتكم طبنا عليكم شوية سمحونا سمحونا على الطابة ما هطريت بك سر كلام أنا ما نعرفش تزير بزاف صح لي تعذر معي يقول لك سر كلام سر كلام واحد الوقت يدير حسابه هذا مكان لو كان تعرف تزير تعرف إيش معناتها سر كلام مغلو والله باش لحنا بس يعني منين جيتو ما العين عجا وبعد يضرب باب الواد هو جاز علينا احنا وبعد جينا معليش معليش انتم كلش حصل في السيركيلاسيون ماشي مفيد مرحبا بكم ان شاء الله نهضا سمك ولا صافي عريستو لا لا ما هو وانا خايفه وهادو نعم لي زامي فروش تاعي خوش تاعهم لا راه كيما خويا عاد انسان طيب خالتو انا خالتو انا عمه بابا كيما ما عندكش ولا عندك عندي ماي مريضه ماما جات انا في بلاصتها الله يجيب الشفاء امين ان شاء الله ان شاء الله كيكتب ربي الجو كامل ان شاء الله ان شاء الله كيكتب ربي ان شاء الله باسكو كي تقلق الطفله انا راك تعرف ان طبعا نحبها بزاف ونعزها والبارح ما دخلتش فيها بكري على 4 تاع الصباح كنت انا قد دخلت الربعه هكذاك ربعه هكذاك مليحه جات شويه بكري مرفع السته هذه لحقت ربعه كانت خدامه؟ لا لا كانت سهرانه ما قالت لي بصح على بالك ما قالت ليش ما قالت ليش ماكش امي معاها انت في الفيسبوك؟ ايه بصح ما قالت ليش ما قالت ليش ما قالت ليش بلي بابا كول كول لا ليش ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله لا يكون غير الخير ان شاء الله الله يصلح بركه جيناكم كما يقولوا بالحسب والنسب ان شاء الله نخطبوا بنتكم لوليدنا ان شاء الله الا كان مكتوب فوالا واش يخدم وليدك الحجه بروديكتور بروديكتور عنده شغل ماتيريال يدير لي فيلم لي سيلفون مازال مانيش مرتاحه على حساب شوفة يا عادل خالتك ما راهيش رايحه تصبر لازم تقول لك انت بلي تدخل الروطار بكري انا نحب هكذا يا خويا انا تجربين على الجرام ما بعيش شي نعقدو مازال ما عقدتش عليها مش تاعك تو صاحبك ولا يضرب لك ماشي تاعك كيف دخل منك واش راه حنا جينا لهنا باش على على هذيك صراتك البارح كي تولي كي تولي تاعك هذه صراتك البارح دوك من دار من رايح هذيك شي شغلك
تعاملتوا لعلم ردمتوا يتبدل العقلية تاعها. لا لا تاع خرجاتوا من هنا وتفعلوا عليهم شروط. شو شروط؟ انا مربي ربينا على شي مربين هكا سما دوكا انتوما هما عائله مربين هكا انتوما انا يوم ربيها هكذا ماشي دوك انا ربي بس هذوك الباب احنا هما كيتفاهموا انا اللي سنسيت فيها مع عادل انتوما كاع ما تهمونيش انا ما نهموكش نحنا لا سمحي لي مدام بلا عائله بلا عائله ماهوش عارفه بنتي بيان سور بصح انا كنت فاهم معاه انتوما كاع ما قلتي لنا انتوما انا اللي حنعيش معاه ماشي انتوما اي صحيح انا نتفاهم معاه ماشي هذا البروبليم ماشي عادل طولت خدمنا قلنا للسيركيل اصلا كي كي العاده يحصلوها بالسيركيل بابا معليش نوض غاوي شنو هذا وشنو انت يا نوض قدامي وش بيه هذا اللي بانو ما عادل ما تفهمناش هكا اسمح لي وش من عمره ما شخص فخدار تفضل هو تعرفه في فيسبوك على حساب سمعت انا انا قال لي البارح انا ما نعرفه في فيسبوك مام ماشي بهالطريقه بالضبط سمحي لي راكي باللي راكي ولا عشوك شكون ترجعوا راني نعرفش راكي تنربكي تهضري بزاف هاكي تهضري بزاف حنا مازال ما تفاهمناش انتي انا خالدو من هنايا بصح بابا هي راه قالت لك شويه احترام بها انا محترمين هذه جات على اساس جات في بلاصه يماه ايه ما كانش شي مشكل خالدو وهي يماه مريضه وحتى كلمه كيف كتقيسها هذيك هي تقلق انتم احترام انت وياه قشرتوا هذا احترام كيف ضحكتوا بيناتكم ضحكتوا كيف ما ضحكتوش علينا شحال من لا لا بس ناس الدوية هذيك شغل احترام احنا انا في سيريو انتم كاكاكا ماشي ما قلت والو وانا انا مربي هذا الشيء دراهم ماشي كلش دراهم كلش سي 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 نو تقدري انت تعيشي بلا دراهم منعيش بلا دراهم انت هي الصح تعيشي بلا دراهم منعيش كيف تعيشي بلا كرامة كرامة هي اللي توكلك وتشربك كتوكلني نخدم عرق جبيني ونتعب وناكل ماشي كيسيون تاع عقد بينا كل ما ضاق فهمتوا ما تقوليش دراهم ماشي كلش كاين واحد على فيسبوك ما تفهمش معاهم باش يشوف كيفاش نتاعهم وشنو هما عادل اسمح لي وليدي ماك اوه انت يا ماركش مليح اسمح لي وليدي ماركش مليح انا نقول لكم حاجه حتى تجي يمه حتى تجي يمه نعاود نجيب يمه وهي شفتي الخالات اللي عرقلوا الزواج راكي تعرقلي عادل كول راكي تعرقلي مدام علاش ما تاكلش حاب العادل هي اللي طيبات وكل في الحلقة تاع اليوم الخطة تاع الكاطو جابت حقها وبزيادة عادل مشانا في الخط مالا يا خالتو عندك واش راهو يستنى فيك نفريوها اليوم واش يتهضرت كان هو الصح وماذا انا نهضر مع يما كيفاش تهضر معاها تهضر مع قبل ما تزوج هاي بالك دقيقه معليش تسكتوا يعيط في التليفون واش سكتوا وي سكت شويه خلاص انت حاط راك عندنا هذا خلاص راح ضاع خالت عادل ما على بالهاش بلي وليد خوتها عقد في البلديه وبقالو غير يفتح مالا حنايا جبنا لها الامام باش نشوفوا رده الفعل ديالها دكتور وانا اللي نقدر عليك دكتور تقدريش عادل تاعي بزاف عادل تاعي مدام دكتور ولا ديته عادل تاعي دكتور معليش ما تديش مدام ما تديش باسكو وليدنا
تقيم ولك يا رجل. الله يهديك وش بيك يا وليدي. شاوري ماك يا رجل تتزوج بلا رضاية تاع عمرك. نريح منا. تتزوج بلا رضاية تاع عمرك. ليش تريحي في كلاسك قدام ولادك؟ عادل دلنا منا قاعد اقعد منا. كل شيء. اقعد منا. سيدة تقعد وراح تفتح انا ما فهمت والو. قول هات الود برك. ليش تريحي في الوسط؟ واش نسقي عرفت؟ اسمع حراك راح ميثاق غالي يظهر. راهو هانونا راهم دارونا بزاف حوايج وقد قدموا رانا ماشي موراكم لكن الرياضه تاعو راه كبير الرياضه تاعو بصح اهله لكن الراجل كيفاش او الفتاه هي اللي يكون عندها ولي امر تاعها هو ما عندوش ولي امر موراكم هنا ونقدروا نفتحوا راهم كاينين لا اسمح لي هو ما عندوش ولي امر الشيخ نقدروا نفتحوا بصح يعني به ربي يبارك فيها وربي يبارك في الزواج هذا يما على الاقل تكون راضي يمه ما نعيش معها دو اون حطها فوق راسي نجيب لها لي فاب ميناج خدامات واش تسحق نعطي لها دراهم يخلصوا دراهم كي واحد ما يخلصوش دراهم ولدهم خدمهم ما يخلصوش دراهم الله يسلمهم حاجه لا بصحتك ما القارون وخلاص روح هاي نتكلوا على ربي نتكلوا على الله ابدا وخلينا نسير ابدا عجبتك مدام ولا ما عجبتكمش الا ما عجبتكمش ما تحضروش الفاتحه الباب يفوت جمل كما يقولوا الناس ريح اخي ريح لا قعدوا قعدوا قلهم يقعدوا والله العظيم غير نصبحوا نسلفوا عادل قعدهم اخي ريح قعدهم يقدر وحده في وجهي ريح عادل قعدهم يقدر وحده يقدر وحده عنده ما عليه عادل ريح انا اخرج بلا عادل عادل انا طيب هذا معليش ريح عادل خويا قادرون وريحوا قادرون على الاقل ريح عادل يا دار اصبر 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 اه يا كريم الجانج داروها بيك هاد الخطره المهم بينت لنا باللي انت راجل فحل
وما تحب لصحابك غير الخير. انا نقول لكم تلاقاو غدوه ان شاء الله مع ضحيه اخرى وعريس واحد اخر. نقول لكم صحه سحوركم وسلام. لا انا خفت غير من الكاطو هذاك قاعده غير نقولوا ولا قتلوا قلعه الماء حتى وصل بكاني رقيت له في الكاس تاع الماء اي قلت له مي بالك يفطن شويه هو والو قد ما يطاطي له في الحلوى قد ما راهو يزيد رقاد كاع خلاص ولا يقول لي انت اللي راكي تبلعي ماشي هي. يعطيكم الصحة حنا صاحبنا عادل جينا باش نفرحوا له. أنا كي دخلت قعدت والله غير مبريزي تبريزي بقاني قعد يهضر هذيك الهضرة. يعطيكم الصحة حكمتونا عادل ما نساهالكش هادي. والله حاب نقول لكم هضرة وما تقولوا ليش علاه. عادل إبيزا حاب يتزوج بلا ما يساور يماه. بصح عيب عليك خويا هضرة قلتها لك عيب عليك نورمال تبكي خالتك خونا دادي قبيلة وما عجبوش الحال وانا حبيتك تكون فري سولدا فري سيد الرجال خونا ملهيه او حد طيحها غير سوارد ومادة قولوا كريم لفري رجلة لفري سولدا غير الشهادة وغير ربي اللي يخلعني ودراهمك انت يا اما تشريني ما تبيعني.